السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعنا لكم تاني يا جماعة بفيديو جديد النهاردة من عند الحمام. فيديو جميل جدا هنقدم لكم النهاردة، حمامة حمام الزينة ملك الزينة. الحمام ده يا جماعة جبناه من عند الشيخ أحمد أبو هاجر، طبعا غني عن التعريف، هو أستاذنا ومعلمنا كلنا بنتعلم منه. أنا بصراحة قبل ما أعمل قناة على اليوتيوب كنت بتفرج عليه واستمتع بالعلم اللي بيقدمه للناس، ما شاء الله عليه، اللهم بارك، سواء من علاجات سواء من حمام الزينه اللي بيقدمه، الله اكبر عليه، ربنا يزيده. طيب ان شاء الله انا هقدم لكم النهارده الحمامه دي يا جماعه تتفرجوا عليها، ولو عجبتكم الحمامه وحابين اكتب لكم مواصفاتها بالتفصيل ان شاء الله اكتبوا لي في التعليقات ونعمل لكم فيديو مخصص عن مواصفات هذه الحمامه. ولكن احب انوه النهارده عن حاجه يا جماعه مهمه جدا. انا اخوكم ابو عمر، تمام، الشيخ محمد، او على حسب ما الناس بتقول الشيخ محمد اخوكم ابو عمر. طبعا كنت طلعت في فيديو قبل كده، كان اول ظهور ليا مع الشيخ احمد ابو هاجر، تاني ظهور ليا النهارده، اللي ما شافش الفيديو اللي فات النهارده يشوف الفيديو دون. فان شاء الله لو حضرتك اول مره تشترك في القناه وصل كل العلم اللي انت بتشوفه للناس علشان خاطر تكون من من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كمثل فاعله، يعني خد الاجر، وصل سواء معلومه دنيويه او معلومه تختص بالاخره وصلها لغيرك علشان غيرك يستفيد بيها ويتعلم منك. شيروا كل الفيديوهات علشان تقدروا تاخدوا الاجر وتنولوا الثواب ان شاء الله بامر الله تعالى وعز وجل. انا احمل الخير للجميع، اتمنى الخير للجميع، كبير صغير، رجل امراه، احمل الخير للجميع، لا احقد على احد ولا اتمنى الاذى لاحد ولا اتمنى الكره ولا البغضاء لاحد، بل بالعكس انا احب الخير للجميع واساعد الجميع واقف جنب الجميع، زي ما بلاقي ناس برضه بتقف جنبي وبتساعدني وتقف جنبي. ان شاء الله يا جماعه اي حد محتاج اي حاجه انا تحت امره، سواء في خصوص الحمام سواء بخصوص اي مساله دينيه انا تحت امركم جميعا، انا اخوكم وكلنا بنكمل بعض وكلنا بنتعلم من بعض، وفوق كل ذي علم عليم. فان شاء الله يا جماعه القناه مملكه الحمام المتنوعه قناتكم، والقناه مش هتكبر غير بيكم وليكم. لو عجب حضرتك اي فيديو حاول ان انت تاخد الاجر وتوصله لغيرك، سواء بقى قران، سواء عن الحمام، عن اي حاجه وصل لغيرك علشان خاطر تنول الاجر ان شاء الله عز وجل. وان شاء الله يا جماعه في قناه ثانيه، قناه القران الكريم او قناه مع القران، اسمها مع القران. القناه دي قناه صدقه جاريه على روح امي، اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه. فان شاء الله يا جماعه القناه هسيب لكم لينك القناه في اول تعليق مثبت علشان تخشوا القناه وتتفرجوا عليها وتنولوا الاجر والثواب. اي فيديو فيها لو عايزين تنشروه هتاخدوا الاجر والثواب ان شاء الله، لان هذه القناه كل انا بوحدد اهو، كل ربحها طالع لوجه الله الكريم، لا ينوبني منها اي شلن، تمام. هي طبعا قناه مفعله وقناه بادئه بتحقق في الربح الحمد لله رب العالمين. علشان تنول الاجر والثواب خش على هذه القناه وقول يا رب انا بعمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله، طالما هو مش ربح لحد، طالما ربح لله فانا بشارك في هذا العمل، تمام. والقناه القناه مملكه الحمام المتنوعه قناتكم ومش هتكبر غير بيكم وليكم. لو عجب حضرتك المحتوى اشترك في القناه علشان يوصلك منها كل جديد، ولو حضرتك مشترك في القناه شير كل الفيديوهات عشان تستفيد وغيرك يستفيد، علشان خاطر قربنا الحمد لله بفضل الله يا رب، فضلك انت يا رب، وفضل طبعا ثم فضل كل اخواتي الطيبين سواء من الرجال او من الاخوات، كلهم وقفوا جنبي، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. القناه قناتكم، وان شاء الله يا جماعه على وشك حاجه بسيطه جدا نكمل ان شاء الله ال50,000 مشترك، وان شاء الله نحتفل كلنا ويكون يوم جميل جدا بامر الله عز وجل. طبعا انا منكم وانتم مني وهنكون كلنا حاجه واحده لما نكون يد واحده بامر الله عز وجل. خلينا نتفرج عشان طبعا الشيخ محمد عمال يطول علينا واتكلم كتير جدا والشيخ محمد بيرغي كتير جدا. فان شاء الله خلينا نتفرج على الحمام ونشوف الحمام، ولو عجبكم الحمامه وعايزين نكتب لكم وعايزين نكتب لكم مواصفاتها بالتفصيل اكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله نخليكم تشوفوا الحمامه دي بالتفصيل ونشرح كل المواصفات بامر الله عز وجل. وهنا يا جماعة بنشوف الحمام الهزاز، بسم الله ما شاء الله، حمامة جميلة جدا وقوية جدا، اللهم بارك، من رأى شيئا يعجبه فليبرك عليه، يقول اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. شايفين الذكر بيزوم ازاي، اللهم بارك، شايفين ديله عامل ازاي وبيتحرك ازاي،
بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين النتاية التانية اهو، الذكر بيزوم النتاية الصغيرة اللي قدامه، اللهم بارك. اتفرجوا يا جماعة واستمتعوا، متعوا عينيكم بالحمام وجماله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني ان شاء الله يا جماعه لو عجبكم الحمام ده وعايزين تعرفوا حمام الهزاز وعايزين تعرفوا مواصفاته، اكتبوا لنا في التعليقات عايزين نعرف مواصفات الحمام الهزاز الاكتاف. تمام ان شاء الله. اتفرجوا متعوا عليكم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أحلمك. شايفين مخلوقات الله عز وجل يا جماعة، مخلوقات جميلة وعجيبة. ولسه إن شاء الله هنشوف معاكم فيديوهات تانية وأشكال حمام تاني كتير جدا بأمر الله عز وجل الفترة القادمة، وهنجيب إن شاء الله حمام تاني مش موجود عندنا هنجيبه، وهنفرجكم على أجمل حمام، حمام الزينة بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين الذكر بيهز رقبته ازاي؟ شايفين شكله؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين بيرفع ديله يا جماعة ازاي؟ بيرفع الطارة بتاعته ازاي؟ شايفين بيهز رقبته ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يعني الله عز وجل خلق مخلوقات كتير جميلة وعجيبة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. إن شاء الله يا جماعة لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليقات، إن شاء الله مش هبخل عليكم، كل حاجة هعرفها هعرفها لكم إن شاء الله، أو أي حاجة أنا عارفها هعرفها لكم بأمر الله عز وجل إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكل الحمام وجماله؟ بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. وفي نهاية حلقتنا النهاردة يا جماعة نتمنى الخير ونحمل الخير للجميع ونتمنى التوفيق للجميع، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله، ونترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.